بالفعل تمنع حبس الرجل المتزوج عرفيا؟ لا يوجد أي مبررات بالمرة، لأنه حضرتك الحبس لا يكون إلا عن جريمة. يعني عشان تقول لي أنا هتحبس وجريمة، معناها إنه هنا جريمة كمان. النطاق أو الأساس اللي بيحكم الحكاية في الحبس إن هل دي جريمة في الشريعة؟ إحنا عندنا المفروض عقد الزواج متى استكمل أركانه وشروطه، الأركان والشروط اللي هو التراضي بين الطرفين، ده أركان. نعم. والشروط اللي هو ولي الأمر وحضرتك في شهود على العقد وإشهار العقد ويشهد عليه. التوثيق مش الأركان مهم. والشروط. لا التوثيق ماشي مطلوب وكل شيء، بس ما أقدرش أفرض عقوبة حبس. ما أقدرش، لا يجوز إطلاقا أن طيب أفرض عقوبة دكتور، حبس دكتور على شخص في هذه الحالة، لأنه معناه أنا وأنا بقول أهو من دلوقتي أهو حضرتك، إذا تقررت مسألة عقوبة الحبس ده شرعا الأزهر هيعترض، ودستوريا كمان، لأن حضرتك أنت بتفرق بين رجل وامرأة. هو العقد ده من مين؟ بين اتنين. يا يعني العادة ده صحيح؟ هيك شايف ان العقد ده جواز؟ أنا بقول إن هو مش جواز، مش مستكمل الشروط، مش مستكمل الشروط. يا دكتور، يا دكتور طب تسمح دكتور لي بس، دكتور أنا معاك، عايز أتكلم استنى حضرتك. أفرض عقوبة حبس. يا دكتور، يا دكتور. نعم. ولي الأمر إذا أصدر أمر بوجوب فعل كذا وكذا ولا يجوز مخالفته، أيوة. بيعتبر مخالفة أمر ما يبرر، يعني عرض، ايوه مخالفه، تبقى جريمه ولا مش جريمه؟ ما قلتش حاجه، لكن لا يجوز. لا مش ده انت لو عملت مخالفه مرور يا دكتور، عندي جرائم ممكن فيها غرامه بس. شوف حضرتك، نتيجه اذا تفشى مرض من الامراض، وباء من الاوبئه، وترتب عليه، يا دكتور انا في المطبخ، يا دكتور انت لا تتخيل، لا تتخيل ما يترتب عليه هذه العلاقه من مصايب. طب نسمعك يا دكتور، اتفضل يا دكتور. يا دكتور، يا استاذ احمد، اتفضل. تحبس الست؟ يعني هل ليه حبس الراجل واحد؟ لا، ما دكتوره مالكه بتقول الست كمان تتحبس. انا قلت الاثنين، انا قلت الاثنين، ما دام قد بلغوا السن الاثنين يتحبسوا. لا ده ساعات يا دكتور، من ضمن الحاجات الالافات اللي بتتعرض عليا، البنت بتكون هي سبب الداء وليس لها دواء. على فكره احنا في العصر مخالفه وليست جريمه، هي مخالفه وليست جريمه. لا لا، انا شايفه انها جريمه. طالما ماذا الذي يجيز عقده ابطلها رسول الله؟ في العقد ممكن اعمل ضوابط في العقد، وممكن الزم الراجل، وممكن احمي حقوق الطفوله، ممكن في حاجات كثيره جدا ممكن اعملها، لكن مساله الحبس دي لا. اذا كانت كراضع، اذا كانت كراضع فانا مؤيداها تأييد مطلق. طب دكتور شحاته، تترتب عليها اولاد.